السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، تحياتي لكم أينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن. تحياتي للجميع. هذا الفيديو هذا فيه هذا العود الملكي اللي قدامكم، وفيه واحد السناح وفيه واحد الجيم. مهم اللي بغاهم يتواصل على الرقم. غنبداو معكم بهذا العود هذا. هذا عود ملكي كان تعطاته واحد الوقت 20 مليون، ولكني حتى حاجه ما كاينه، حتى حاجه ما كاينه. هادشي اللي كاين العود انتم شفتوه عنده 6 سنين، اللهم بارك وزيد في ذلك. واللي بغاه يتواصل على الرقم. المهم حنا اي حاجه كنتوصلوا بها كنبارطاجيوها معكم. هذا صيفط لنا الصوره ديالو ماشي فيديو. وبالنسبه للسناح بفيديو وغتشوفوا بكل شيء ديالو بجميع اللوازم ديالو، ها هو غيبان معكم دابا على الصوره. ها هو السناح الاخوان بكل شيء، بالتماك ديالو جديد، كل شيء ناضي الاخوان بكل شيء، جميع اللوازم. سرج اركب، ها انتم كتشوفوا ها التماك ديالو كيبان الفوق. او اللي خدا هذا غياخذ الجام، الجام قديم عنده تاريخ. عقلوا على هذا الفارس هذا كيفاش داير، وشوفوا الفارس الاخر اللي غادي يبان ملي غادي يوصل داك المقطع، شوفوا الفرق فين كاين. المهم اللي خدا هذا الثمن ديالو 5000 درهم، 100000 ريال بجميع اللوازم ديالو. واللي خدا غادي ياخذ هذاك الجيب. المهم هانتوما كتشوفوا كل شيء ديالو. عقلوا معايا على هذا الفارس كي داير. هادي ديك كيحطوا الرجلين ديالهم، هي هادي. ها هو الجام، شوفوا كيفاش داير الفارس قديم ديال الناس الاول. المهم هذا كادو اللي خدا هذاك السناح كياخذ معاه هذا كادو. وهادشي اللي توصلنا به في هذا الفيديو. ودوزوا بخير، الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم وبنياتكم. واللي ما عندوش ربي يرزقو الدريه الصالحه، واللي مريض الله يشافيه.